والله جاي شر الناجح. هاي شر قص امه من سنين على صبري خلاص. فتاتين من انصار يد وركته بخير. خلاص بكره بيضرب صبري. نجح شر يضرب قيز والله بالكو والله مصر بيك ابوه والله بتميت. هذيك الساعه العراق بتقف والله بيقف. لا يا حبيبي واحدة شكرا بركات واحدة يا بشر اقبال شلون هذا مباراة شو بدك حبيبي الك واحدة الك الي يا سير وجهه موي جهاد الله طيب اقول له مش عليك يا شيخ ما هي يوم يوم الوجهات هذا رمال رمال قال عرفات زعلان عرفات جبل والله يا شارون القدس مش نصيبنا مش من نصيبنا يا شارون اخي بدا بدا بس شارون قبله هذا عبيبي هذا بس امره احسن يا احسن وين احسن شارون خش ولا براك كلهم كذي يعني ايش الطبيعي لو شارون خش ولا براك كلهم كلب واحد يعني لو واحد مات عادي الثاني بسد عنه اي شارون بده حارب والتاني برضه بده حارب بس عاد هذاك اقل منه بشويه شارون بده يقتل العالم بده ينهيهم على الارض بده يمسحهم مسح شارون بده يمص دم العرب مص في ايديه شارون بده يخلع الشجر بده يخلي ولد صغير اولاد الحجاره اللي قدنا بده كلهم يقتلهم ابواتهم كل العالم شارون بده يقتل مش بس احنا واحنا بنقول لهم طلعوا المستوطنة وطلعوا الحاجات هاي مش قديمة يعني هم بدهم يضلوا محتلون زمان قبل يمكن ايام الاطفال زمان واحنا صغار ضربوا ياميتا يجوا اخذ ابويا عشان كان يطبش على اليهود زيه وهو صغير وكانوا لما بنروح نزور اليهود يمنعونا وكنا كل ما بنروح له نودي له اكل كبوه يقولوا لنا ممنوع بعدين كانوا ما يخششوش امي ما يخششوش غير احنا ممنوع المرأة تخش كان زمان كانوا يمنعون احنا كان سيدي الله يرحمه ما يردوش يمتى ضربوه وخلوه يروح ما رضوش خلوه يخش عنده عشان يزوره Thank you.
كثير بالمستشفى. تو متى خلصنا يا راجل؟ وانا جاي على البلد. خانونس هذول القطط يمكن وضعهم صار كيف عشان هسه احنا ما خشيناهوش نزوره الاراضي كلها القطعان. الناس بيحاولوا يضغطوا على بعض عشان يخلوا غيرهم يجي عندهم. طبعا زي ما انت شايف اليهود هم قاعدين بخشوا على العرب وبهدوا دورهم وبخلوا الناس تشرد. امبارح الصبح جرافة صارت تجرف، جرفت يمكن وصلت قريب، بدت من بدري منعوا عليهم التجويف، وبعدين صارت اشتباكات بيننا وبين اليهود. هي تقريبا الساعة 8 بدوا يجرفوا، وساعة هيك 10 بدوا اشتباكات.